أنا بيك تحياتي ليك نهيب، تحياتي للكابتن سمير حبيبي. الله يخليك أنا سهلا بيك، أنا سهلا بيك، ربنا يخليك. منور مصر يا بوجة. الله ينورك يا حبيبي، ما شفتكش بس. لا أشوفك لازم، إحنا بنتكلم كل يوم أكننا بنشوف بعض. أنت عامل إيه وأخبارك إيه؟ الحمد لله يا أبي، الحمد لله كله الحمد لله. طمنا على موضوع طبعا كلوبالي، وكان في تنسيق مع النادي الأهلي لتقسيط الفلوس والغرامة اللي كانت على كلوبالي، والنادي الأهلي رفض، والنادي النجم الساحلي كان عايز يعني يعملوا على أقساط. يعني طمنا، قول لنا إيه اللي حصل فيه الموضوع ده. الموضوع يعني طبعا الناس كل تعرف انه كوليبالي انه النادي الاهلي عنده حكم من الاتحاد الدولي على اللاعب. اللاعب تعاقد مع النجم الساحلي، والنجم الساحلي ما كانش يعرف اللاعب يعني معاقب ولا مش يتجمد، فحاول انه يتدخل وحاول انه يفضل اشكال مع النادي الاهلي. الاشكال مش بسيط، لانه الحكم اللي عند النادي الاهلي $1,400,000، يعني مبلغ كبير جدا على لاعب ما عندوش يعني ما عندوش فلوس يعني ما يقدرش هو يدفع. فهناك التدخل كان النجم الساحلي حاول انه يقسط المبلغ. للامانه يعني الاشكال ما زال قائم، لكن ان شاء الله يعني في الايام القادمه يتحل الاشكال، لانه بعد سنين 9 لاعب ما عندوش حق يمارس كره القدم، لانه الحكم بات وما فيش يعني ما فيش تعقيب. يعني شايف ان شاء الله في انفراجه قريبه باذن الله في موضوع كلوبالي. والله ما ممكن يعني الامان يعني ممكن، لانه يعني الطرفين يعني عندهم النيه للتسويه. او ممكن يبقى يعني في تنسيق ما بين الاهلي والنجم الساحلي، ودول ناديين كبار، يعني النجم الساحلي نادي كبير والنادي الاهلي نادي كبير، ممكن يبقى في ظل توأمه بينهم الامور تمشي بشكل جيد يعني. يعني ممكن الاشكال الوحيد مهيب انه طبعا الناس كلها تتذكر يعني طريقة خروج كوليبالي من النادي الأهلي والخسائر، أكيد يعني الطريقة ما كانتش في حجم وقيمة النادي، فالناس كلها متأثرة لأنه الطريقة ما كانتش، وكان في خسائر كبيرة للنادي هذاك، علاش ممكن المفاوضات كانت صعيبة شوية. لكن كما قلت لك يعني تدخل النجم الساحلي ممكن يكون فيه حل، لأنه يعني انا اعتقد لو هو كان في نادي تاني ما كانش هيبقى فيه مفاوضات اصلا. صحيح، ممكن لانه النجم الساحلي وانه علاقات كبيره بين النجم الساحلي والنادي الاهلي، والنادي الاهلي بصراحه علاقته كبيره بكل الانديه التونسيه. يعني قابلت انت كلوبالي؟ قابلته؟ اتكلمت معاه؟ لا 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 خالص. لا انا دوري يعني نرجع كالعاده، يعني تعرف انه في كل مره يكون فيها النادي الاهلي في طرف الا ونولي ماده اعلاميه مميزه خاصه في في تونس ولا في السوشيال ميديا، لكن دور ما كانش يعني دور انه النادي الاهلي مع يعني في اشكال مع لاعب ينتمي لفريق تونسي، فعادي انه النادي يكلفني على الاقل باش نشوف الموضوع. يعني هو هناك التدخل هذا هو بس، لكن كما تعرف مهيب كما يعني تعودنا انه في كل قصه لازم اسمي يكون موجود، مش عارف هذا بفعلي فعل ولا كيك. طيب بالنسبه لاجاييه، هل في كلام على تسويقه في الخارج في حاله وجود مهاجم جديد للنادي الاهلي؟ والله ما عنديش فكره للامانه، يعني مش نقول لك عندي فكره، ما عندي حتى فكره، لانه تعرف انه في النادي الاهلي كل واحد عنده دور يعني اكيد. لان انا بكلمك على اجاييه بالاخص، لان انت كان ليك دور في ان اجاييه يروح النادي الاهلي. كان لي دور فني يعني استشاره فنيه، لكن التسويق خارج معقد، انه مش الدور بتاعي انا في النادي الاهلي على الاقل في الفتره هذه. يعني انا دوري اكثر استشاري منه اني نقدر نسوق لاعب خارج النادي الاهلي. تعرف اللي انا مهيب، اللي انا يعني مدرب طبعا كنت في فريق في لبنان وقبلها في اتحاد بنقردان الدوري الاول الممتاز التونسي. فالدور يقعد استشاري والا يعني تكليف لتبسيط بعض الامور فقط يعني للامانه. انت مكلف من النجم الساحلي ولا من النادي الاهلي؟ لا النادي الاهلي. لا النادي الاهلي
من نادي الاهلي. انا في تونس متكلف الا من نادي الصفاقسي للامانه. الصفاقسي الصفاقسي الفريق اللي تربيت فيه، هذا من غير ما نتكلف ان نحاول ان ندخل يعني مثلا في ازمه عمرو جمال، لكن الامانه ممكن الامور يعني معقده شويه، لكن نادي الصفاقسي انا حتى من غير ما يكلفوني نكلف نفسي انا وحدي بس. تمام، انا بشكرك وثقه كبيره جدا من مسؤولي النادي الاهلي في شخص انيس بوجلبان، واحد من اللعيبه اللي ادوا باخلاص مع النادي الاهلي. بشكرك واشوفك قريب ان شاء الله النجم الكبير انيس بوجلبان، نجم الكره التونسيه والنادي الاهلي سابقا. شكرا ليك كابتن انيس.